تتواصل الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام شوطا تلو الآخر في هذه الانطلاقات والتحديات الرائعة مع هذا السن، السن الأصغر والأجمل في هذا العالم الساحر. شوطنا العاشر من تمت انطلاقته وهو شوط خاص بالحجايج الجعدان، المسافة المعتادة والمقررة في سباق صباح هذا اليوم هي 3 كيلومترات. نتابع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأرى التحديات أيضا واضحة منذ البداية على مقدمة هذا الشوط، وأرى هني مباشر عبد الله بن سالم بن صاروخ النعيمي من يتابع انطلاقة مباشر بناموس هذا الشوط، خداع مع المركز الثاني، المسري بن سالم بالعرطي الحميري ومع المركز الثالث، من الجانب الآخر براق للحميد بن سالم بن حمود العمري من يتابع انطلاقة براق مع المركز الثالث، رابعا من الجانب الآخر موادع لخالد بن مر بن حلوة ومع المركز الخامس، المركز الخامس سراب لهادي بن سعيد بن جمهور الاحبابي، ننطلق مع المركز السادس، المركز السادس التحديات المشير لعبيد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، ومع المركز السابع، المركز السابع اراد التسلل ايضا بالشعار عوض بن سيد بن محمد الشامسي من يعلن انطلاقه الحدود مع المركز الثامن والتاسع، التحديات مناور لعرار بن سرور بن شهوان بن عرار الظاهري، ومع المركز التاسع، المركز التاسع رهني معوض لسهيل بن خيرات بالدودة العامري، ومع المركز العاشر، المركز العاشر نتابع التحديات لنشوان بشعار سعيد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للعشر المراكز الأولى، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط يا سلام، ومن الجانب الآخر أرى هناك براق بدأ يبرق على الصدارة والمقدمة بشعار الحميدي بن سالم العمري من يتابع انطلاقة براق، المركز الثاني مباشر لعبد الله بن سالم بن صاروخ النعيمي، ننطلق مع المركز الثالث كي أرى التحديات، أرى الانطلاق المعوض لسهيل بن خيرات بالدودة العامري، ومع المركز الرابع، المركز الرابع التسلل الانطلاق العالي لسالم بن راشد بن العيض بن الكتبي من يعلن هذا الانطلاق المتميز، هذا الاندفاع الجميل، ولكن أرى شعار محمد بن سعيد بن حرسوسي الوهيبي يتسلل في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، الانطلاقات متميزة والاندفاعات رائعة مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع ملبي لسالم بن راشد بن حلوكة من يتدخل في هذه اللحظات مع المركز الثالث، نتابع التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة والتحدي، التحدي الواضح واللحظات الأخيرة، المغادرة لوحة الكيلو المتر الأخير، ومباشر مباشر على الصدارة، مباشر مباشر على مقدمة هذا الشوط شعار عبد الله بن سالم بن صاروخ النعيمي هملول مع المركز الثاني لمحمد بن سعيد بن الحرسوسي الوهيبي من ينطلق مع المركز الثاني ثالث، التحديات نتابع مرسال لعلي بن حميد بن بدر العليلي مع المركز الثالث، يا سلام، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع مباشر بدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظات، يقود المجموعة بكل جدارة في 400 متر النهائية، يباعد المسافة مباشر على الصدارة، يا سلام يا سلام يا سلام، عبد الله بن سالم بن صاروخ النعيمي، يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، يعلن الانطلاقه، يعلن التحدي، الاثاره في اللحظات الاخيره، تهانينا لعبد الله بن سالم بن صاروخ النعيمي على فوز مباشر بالمركز الاول، لحظات الوصول والاقتراب الى خط النهايه، تهانينا ايضا لعبد الله بن سالم بن صاروخ النعيمي على فوز مباشر بالمركز الاول، المركز الثاني هملول محمد بن سعيد بن حرسوس الوهيبي، المركز الثالث يصل في مرسال لعلي بن حميد بن بدر العليلي، المركز الرابع عالي لسالم بن راشد بن العيض بن الكتبي، المركز الخامس الطاغي لراشد بن محمد بن القراعة النعيمي. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام
الخمس المراكز الأولى، ولكن نعود مع التوقيت الزمني الأفضل والأجمل في هذا الصباح، 4 دقائق 37 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن سالم بن صاروخ النعيمي، التوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح، بينما اللي وصل مع المركز الثاني هملول 4 دقائق 40 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن سعيد بن حرسوسي الوهيبي واللي وصل مع المركز الثالث. مرسال يصل مع المركز الثالث 4 دقائق 42 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مرسال علي بن حميد بن بدر العليلي.